لعويفي ومساء الخير لكل الشباب والصبايا وين ما كنتوا عم تسمعونا بكل دول العالم، خاصة انه موضوع اليوم بيتعلق بحقوق المودعين واموال المودعين يلي خفيوها ويلي قسم منا نهبوها وقسم منا حولوها واثروا على ظهر المودعين والشعب اللبناني وعلى ظهر عرق جبينهم وتعبهم يلي كانوا صار لهم سنين عم يخزنوه بالمصارف، علما انه بكل منطق، حيالله منطق، ان كان على المستوى الاجتماعي، على المستوى المصرفي، على المستوى السياسي، على المستوى الحياتي والاقتصادي والمالي، المودع اجمالا بحط مصرياته بالبنك، وعلى هيدا الاساس لانه بيطمن لموضوع الامانه، لانه البنك ما بيسيء الامانه، علما انه عده قوانين، ان كان بقانون العقوبات ولا قانون النقد والتسليف ولا القوانين المرعيه الاجراء يلي بتضمن حقوق الناس وحقوق المواطنين على اساس المصارف بتضمنها، ولكن بيتبين انه الاحتيال هو مشترك بين المنظومه السياسيه، بعض المنظومه القضائيه والمنظومه الامنيه حتى، والمنظومات الباقيه، منظومه الميليشيات ومنظومه السلطه الفاسده يلي حكمت، ان كان على اساس التشريع ولا على الاساس الحكومي، كلهم اشتركوا مع بعضهم بغض النظر اذا كان الواحد مرتكب هذا الجرم مباشره او بطريقه غير مباشره، لأنه الجرم بيكون كمان تم تثبيته عبر عدم القيام بأي من الواجبات الملقاة على عاتق الدولة اللبنانية، على عاتق المصارف، على عاتق المصرف المركزي، وعلى عاتق المؤسسات المالية وخاصة الحكومية والتشريعية والقضائية يلي سكتوا على كل هذه الجرائم يلي صنفتها الأمم المتحدة بشهر حزيران سنة 2022 بأنها جرائم ترتقي إلى مستوى الجرائم، جرائم الإنسان ضد حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية جمعاء. على هذا الأساس اليوم رح أستضيف الضيفين العزيزين الزميلة الأستاذة أرلات بجاني لحتى نحكي عن مواضيع تقنية بتتعلق بالدعاوي، وأيضا لنحكي شوي عن موضوع مشروع القانون يلي كان أول شيء عند رئيس مجلس الشورى الدولي ويلي قدمه، ما بعرف على أي أساس بيقدم رئيس مجلس الشورى الدولي مشاريع قوانين إلى نبيه بري رئيس مجلس النواب، ويلي عم بيحاول يتبناه نجيب ميقاتي من أجل تثبيت حقوق المصارف لضرب حقوق المودعين ولهط ما تبقى من هذه الأموال وللهروب أيضا من الملاحقة القضائية، والدليل على أنه مشروع القانون بيلحظ بعض النقاط خاصة بإجبار المودعين بالتنازل عن الدعاوى أو الطعون إذا كانوا مقدمين بدعاوى بمحاكم البداية، الطعون بالاستئناف عن طريق الاستئناف أو التمييز، وهيدا يلي بدل على أنه هيدا الموضوع بالتحديد هو جريمة احتيال ومناورات احتيالية منظمة تقوم بها الدولة ضد ناسا وضد مواطنينا. رح بلش أول شيء مع الأستاذ أرلات بجاني اللي مش رح تقدر تطلع معي صورة، رح تطلع صوت لأنه الحمد لله على السلامة كانت بالمستشفى، فرح نحكيها اتصال، ورح يرجع مع يطلع معنا مؤسس جمعية أموالنا لنا خينا وحبيب قلبنا فراس طنوس. بونسوار بونسوار استاذ ارلات، كيفك؟ الحمد لله، كيف كنت؟ الحمد لله على السلامه. يلي عبر البرنامج الحلو اللي انت كل ليله بتطلع فيه عن جد يعطيك الف عافيه. الله يخليك يا استاذ ارلات، وانا بدي اتشكرك كمان على جهودك اللي عم تعمليها وعلى التفاني اللي عم بتفرجي كل الناس اللي عم يلجأوا لمكتبك من اجل اقامه دعاوي على قدر المستطاع، وبنعرف هون في كثير اتصالات استاذ ارلات بتجيني انه الناس بلبنان يلي بدها تقدم دعاوي ما عم تقدر، يعني ما عم تقدر تأمن مصاريف هذه الدعاوى، اكو الحال رح نسألك بهذا الموضوع، وقديش عم تتعاطي مع الناس بطريقة على قدر المستطاع الواحد يقدر، بعرف المحامين ما فيهم يدفعوا رسومات الدعاوى، وبالتالي بلبنان نعرف انه المصادر استجلاب الأموال منا متوفرة نظرا لاختفائها بالمصارف اللبنانية. استاذي أرلات،
كلنا بنعرف انه في مشروع قانون عم بيتحضر، خاصة انه محاولة السلطة ان كان الحكومية ولا عبر التشريع ولا السلطة القضائية ما عم بتحاول تلاقي حل لموضوع سرقة اموال المودعين او اخفائها. شو بتقولي لنا عن هذا الموضوع لحتى نوصله أنا للناس هقول يلي عم تحضرنا؟ مظبوط، أنا بدي أقول إنه هيدا اقتراح القانون إجا ليعاقب المودع يلي وثق بالمصاريف ووثق برياض سلامي اللي كان دايما يقول لهم الليرة بألف خير. نعم روحوا بدي أقول لهم عاقبوا المصارف يلي ما عم ترفع السرية المصرفية ويلي ما عم تستجيب للقضاء. انت بتعرف وكلنا بنعرف انه من خلال الشكاوى يلي نحن عم نقيمها دائما المدعي العام عم يطلب رفع السريه المصرفيه، بس قليل كتير المصارف يلي عم تستجيب، لانه بنعرف ليه، بنعرف انه ما بدهم يبينوا عوراتهم. بدنا نقول لهم روحوا عيبوا يلي سرق يلي هرب، روحوا عيبوا المرتكب، مش تجوا على هالمعطر المودع يلي له 4 سنين عم بعيني، عم بعاني من سرقة الموصوفة، سرقة العصر، من سرقة جنى عمره عن جد. يعني ياما في مذيعين ما عم يقدروا يتحكموا، ما عم يقدروا يحكموا عيالهم، ما عم يقدروا يدرسوا، ما عم يقدروا يفوتوا على المدارس، ما عم يقدروا يعيشوا. نحن بهالفترة التجأنا للقضاء يعني بكافة الطرق القانونية، جربنا انه نساعد، بس كنا ناطرين بهالفترة تشريع، ولو بده يجي مأخر التشريع يجي ليحاسب ليرجع الودائع لنعرف منه شو صار بهالودائع. نتفاجأ ليلة ما فيها ضوء قمر بهالاقتراح القانون يلي دمجوه بمشروع قانون يتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وحطوا فيها دمجوه يرمي إلى حماية الودائع المصرفية المشروعة. إيه المشروعة؟ هلأ بنرجع على كلمة المشروع. أنا سميته هيدا قوننة سرقة المودعين وتغطية كافة الجرائم المالية التي اقترفتها المنظومة. يعني نحكي عن المنظومة، نعرف من هي المنظومة نحن، يعني كل يلي تويلوا على الحكم من 30-35 سنة لهلا هن كانوا عم ببرمجوا هيدي السرقة الموصوفة. هون اسمح لي استاذ فادي قبل ما احكي بالهرطقات القانونية، لانه انا ما رح اقول لك انه في قانون، ما في شيء اسمه قانون بهيدا المشروع، هيدا كله سرقه. نعم بكفوا على اللي بيقولوا. بس قبل ما نحكي بهالهرطقات بدي اوضح، والكل لازم يعرف ولازم يسمع ولازم يتفاعل معنا، ما لازم ينشروا ولا قانون لهيدا ولا غيره قبل ما نعرف الفجوة المالية يلي بتبلغ قيمتها أكثر من 80 مليار دولار وين راحت؟ اللي إذا هالفجوة بنعرف وين راحت، خلص ما بقى بدنا لا قوانين ولا غير شيء، نحن ساعتها بترجع أموال المودعين. ما راح يمرق ولا قانون، لازم المودعين يكونوا واقفين يعني بقلب واحد بوقت ما يمرق ولا قانون قبل ما نحسب المستفيدين من الهندسات المالية من 2016 لهلا، ساعتها بترجع نحن ودائعنا قبل ما نحسب لل 97، لانه كمان بال 97 اختفى 27 مليار دولار بحسب تقرير ديوان المحاسبه. استاذ ارنان معك حق. قبل ما نحاسب كل اللي استفادوا من سياسات الدعم، هودي هلا اللي مزعلوا سياسات الدعم، وين راحت كل هالاموال من المودعين؟ قبل ما تم اعاده اموال النافذين يلي تحولت لبرا، لانه نحن بنعرف انه قبل حتى الثورة، قبل ما يسمى بالثورة، صار في تحويلات لبرا كتيرة من خلال هالشكاوى الجزائية اللي نحن عم نتقدم فيها، وعم يصير في تأريخ خبراء، وعم يصير في كتير قضايا. عم نعرف انه كانوا عارفين واستفادوا من اللي عرفوه وحولوا لبرا كل النافذين، من سياسيين، من أصحاب مصاريف، من قضاة، من يعني ما ضل حدا ما هرب لبرا، من عسكريين. طيب استاذ عبلات، هون سؤال تقني لو سمحتي. استاذ عبلات قلتي انه عم بتقدموا دعاوى جزائيه، فيكي تشرحي لنا شوي عن هذه الدعاوى الجزائيه؟ لانه كثير الشباب والصبايا بهمهم هذا الموضوع، خاصه بلبنان وبرات لبنان، يعني
ما بتعمل فرق. فيا ريت تشرحي لنا شوي عن هذا الموضوع، وقدام مين عم بتقدموها، وشو الجرائم اللي عم تدعوا فيها، وهل عم تتقدم دعاوي افلاس من بعد ما جاوب حضرتك عن موضوع الدعاوي الجزائيه؟ اوكي، بس بدي اقول كمان شغله قبل ما يتوقف رياض سلامه، ما رح يصير شيء، ما رح نخليهم يعملوا شيء. طيب تننتقل لحتى اقول شو هي الدعاوى الشكاوى الجزائيه اللي احنا عم نتقدم فيها والمدنيه كمان. هلا انا كمحاميه مش مسموح احكي عن يعني ملفات معروضه امام القضاء، بتفهم عن ملفات، بس انا بدي احكي ايه عن يعني باختصار يعني مثل رجمي عن كل هاللي عم بيصير. نحن بنعرف انه ودائعنا هي امانه لدى المصارف، يعني ما يروحوا يقولوا لنا لا حق على مصرف لبنان ولا الدوله، ولا الدوله، الدوله ومصرف لبنان هن يصطفلوا كيف شو بيعملوا بقوانين يسنوها بين بعضهم، بس نحن كمودعين ما بيعني لنا كل هذا الموضوع. نحن حطينا هالأمانة بالمصرف نسترجعها غير بالطلب، أول ما نقول له بدنا هالأمانة لازم يرجعها. أسائل أمانة من هيك عم نتقدم بشكاوى متعلقة بجريمة إساءة الأمانة. نعم. المصاري احتالوا علينا، لقلكم كيف نحن اللي مكانوا هن بعدهم عم يركضوا ورا المغتربين اللي قاعدين برا، ورا الناس المتمولين الكبار بلبنان وبخارج لبنان، ويقولوا لهم جيبوا ودائعكم على لبنان وبنعطيكم 20% فايده. ما كانت ابدا الليره بألف خير مثل ما كانوا عم بيقولوا، ما كانوا ابدا عم يعطوا فوايد على لبنان والدولار، وعارفين هن انه عم يستجلبوا هالاموال لحتى عم يحتالوا على المودع لحتى ياخذوا هالمصاري هن ويستفيدوا منها ويحولوها لبرا. ونحن في عنا امثله كثيره بهذا الموضوع بس ما فيني احكي عنها يعني حفاظا على سريه اذا الدعاوي اساءة الامانة عم تتقدم استاذ ارلات، عم تتقدم قدام النيابه العامه الاستئنافيه ولا قدام شكاوى مباشره قدام قاضي التحقيق او قاضي المنفرد الجزائي؟ لا لك قبل ما انتقل لهذا الشيء خليني اكفي لك بس شو هي الجرائم، مش بس اساءة الامانة، ارتياب، اساءة ادارة اموال الشركة. هذه الشركة هن تؤمنوا على ادارتها، وين صحيح. كيف اداروها؟ ليه حطوا هن مثل ما هن عم بيقولوا انه نحن فينا المصاري لمصرف لبنان، ولو صح ذلك انتم ما انتم انه مضطرين تعطوا مصرف لبنان، انتم كنتوا عم تستفيدوا من الفوايد. وبعدين الافلاس الاحتيالي والتقصيري، نحن بتعرف انت استاذ فادي انه منا مضطرين ناخذ حكم بالافلاس المدني حتى نقدر نقيم دعوى صحيح هيدا جريمة إفلاس التقصيري والمدني، بمجرد ما نحن نثبت انه هو بتوقف عن الدفع وسلوكا بلبنان ما عم نقدر نتقدم بكل هالجرائم. بكل الاحوال نحن عم نتقدم فيها قدام النيابه العامه الماليه، لانه التحقيق الاول اللي بيصير قدام النيابه العامه مش الاستئنافيه، عم نتقدم قدام النيابه العامه الاستئنافيه بهالجرائم ضد المصرف، وبوجه ايضا اعضاء مش بس رؤساء مجالس الاداره واعضاء مجالس الاداره ومفوضي المراقبه وكل من توالى على اداره هذا المصرف، لانه كلهم مسؤولين عن اللي صار فينا وعن سرقه اموالنا. من بعد ما يصير في التحقيق بهذا الملف عم يطلب المدعي العام رفع السريه المصرفيه، ليه للمصارف اللي عم يستجيبوا لتطبيق هذا القانون؟ لانه هن رح يكشفوا عن عوراتهم بحال مع انه استاذ ابلات هيدا ملزم، يعني لما يطلع القرار النيابه العامه برفع السريه المصرفيه هيدا ملزم، كان بحسب قانون اثراء غير مشروع ولا بحسب القوانين الماليه؟ ملزم بس مش ملزم للحراميه، لانه الحراميه عملوا يعني هيدا جريمه من الجرائم المقترفه، يعني بيزيدوا جريمة على جرائم منن هن ملزمين بالقانون، بس بالتطبيق ليه للمصارف اللي عم تيجي ترفع السرية المصرفية بس المدعي العام ما عم يوقف عند هون، عم يعمل منع، عم ياخذ قرار بمنع التصرف باملاكهم، نعم عم ياخذ قرار باحضاره لرئيس مجلس الاداره اذا ما حضر حتى يرفع السريه المصرفيه، واذا ما حضر عم يعمل له مذكره، من بعد مذكره الاحضار عم ياخذ بلاغ وبحث وتحري بحقه، وبعدين لما تتسكر كل البواب، لان احنا بهمنا انه يجوا ويخبرونا وين راحت هيدي الاموال وكيف اسالوا الامانه،
وبعد كمان محاولة بتعيين خبراء، هيدي جديدة هلا عم نستعمل هاي البروسيدور لأنه عم تعطي نتيجة. البنك يلي المصرف يلي عم يرفع السرية المصرفية، عم بيصير في تعيين خبراء لدى المصارف لحتى نعرف عن ما يقال. لا ينزلوا يدققوا، لا ينزلوا هودي يدققوا الخبراء، هودي الخبراء بطلب الجهه المدعيه ولا بالاتفاق بين المصرف والجهه المدعيه او النيابه العامه لحالها؟ لا لا لا، الجهه المدعيه بتطلب تعيين خبير للكشف على حسابات المصرف. وللتاكد هلا من من كل الرفع المصارف السريه المصرفيه. بتعطي الورقه، بتعطي الورقه اللي بدها اياها، يعطيني هالورقه بتعطيه. من هيك هلا ما فيني احكي شو عم بيتحضر، بس عم تتحضر بروسيدور اهم بكتير، آلية اللي صارت للتطبيق بوقت كتير قصير، رح نرجع بنعلن عنها بعد ما نباشر فيها، نعم. ويلي هي رح تحط الاصبع على الجرح، على الجرح مثل ما بيقولوا، ويلي رح يفتضح امر المصارف. يعني كيف المصارف رح يفتضح امرها، ورح تتثبت عليها هذه الجرائم من وراء تقنيه جديده اللي المودعين رح يتبعوها. هلا سالتني استاذ فادي عن وين تنقم، عم تنقم بالنيابه العامه الماليه، حتى اذا لم يتجاوب المصرف المدعي العام بعد ما يسكر الملف ويدرسه وياخده للتدقيق، ساعتها عم يدعي على المصارف وعلى رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة تبعهم، وعم بيحول الملف لقاضي التحقيق. طيب قاضي لما عم التحقيق تتحول عند ضابط تحقيق، مرقت الحالات قدام دعويك اللي حضرتك عم تقدميها، وصلتوا لعند قاضي التحقيق؟ وهل قضاة التحقيق عم ياخذوا اجراءات ولا عم بينيموها تبعا مثل ما صار بقصه رياض سلامه، وهلا في اضراب المساعدين القضائيين يلي ادى الى تاجيل هذه الجلسه يلي بتعرفي حضرتك صارت بالهيئه الاتهاميه، هل قضاة التحقيق عم بتشوفي في تجاوب منهم، او كمان عم بيتعرضوا لضغوط من السلطه السياسيه او من سلطات قضائيه اعلى لحتى ما يستمروا بملفات رؤساء مجالس الاداره؟ بالنتيجه هودي للمصارف، جمعيه المصارف بتتدخل، مصرف لبنان بتتدخل، والجهات السياسيه النافذه بتتدخل. تجاوبك على سؤالك بدي جاوب على نقطة قبل، بدي اتطرق واستطرد لاقول انه ما بقى نقول القضاء، في قضاة بينعدوا على صبيع الايدين يلي هن قضاة جريئين، قضاة اوادم، قضاة يعني فيهم كل المواصفات ليكونوا قضاة، عم بيطبقوا القانون، عم ينصفوا المودع بتطبيق القانون، وعم بيكونوا عندهم قرارات بترفع الراس، يعني تنقول انه هودي قضاة، بس هودي بينعدوا على الايدين، وان شاء الله القضاة الباقيين انه ينعدوا منهم. هلا بدي اقول لك نحن بالنسبه لعوامل كثيره بتمنع الملف يمشي بسرعه، منها يلي انت قلت عنها انه اضراب الموظفين، كنا اول شيء اضراب وضاد، بعدين اضراب، يعني هذا الاضراب هيدي الوسيله بحركوها المتضررين دائما لحتى يوصلوا للي بدهم اياه. يعني عم بتقولي انا مثل ما كنت مفكر انه هيدا الاضراب هو اختراع من اجل تاجيل اشياء، لانه اذا بينطار رياض سلامه ويتوقف بدها تفرض كل هذه المنظومه الماليه مع المنظومه السياسيه تبعيته. الشخصي انه نحن كل ما بنكون عم نوصل لمحل عم يصير في اضراب، ونحن بنعرف مين يلي بيخنصروا هيك باصبعه وبيقدر يمشي وقت البلد. انا هيدا رايي الشخصي، يعني ما بعرف، ما بدنا ما, ما, ما المي بتكذب الغطاس، والمي عم بتكذبهم لهول الغطاسين. هلا بدي اقول لك انه في ملفات عديده تحولت لقضية تحقيق، والدفوع الشكليه منها انرد، اغلبيه الدفوع الشكليه انردت. هون سؤال في استاذ منها ارنب، ما ضمن تحزين على الاحداث. المقاطعه، الدفوع الشكليه اللي عم بيقدموها المصارف شو هي؟ دفوع شو؟ على شو عم بيبنوها؟ خلوا دفع شكلي، ما بيحطوه ان كان قانوني وان كان مش غير قانوني ليتنصلوا من هن مسؤوليتهم. بحق لهم بس قبل على كل الاستجواب حال مره واحده يقدموا الدفع الشكلي. ايه هن بيقدموا دفع شكلي استاذ فادي مثل ما بنعرف، بس احنا قبل ما طلع تعديل القانون الجزائي بما خص مادة الدفوع 73 الشكلية، في
المادة 73 من أصول المحاكم الجزائية كان في كتير مجال للمماطلة. بس أنا بدي أقول أنه هلأ نحن وصلنا لمحل كل هالدفوع نردت وصرنا بالأساس. يعني هلأ من بعد ما تخلص هيدا الإضراب بكل الملفات يلي دعت فيه النيابة العامة لزقنا فيه وحولتهم لقضية عين، كله صار جاهز لا يستدعي رئيس مجلس الإدارة بصفته الشخصية وبصفته ممثل المصرف وأعضاء مجلس الإدارة ليتحقق معهم. يعني كل الجرائم التي نسبت إليهم بدها يتحقق فيهم معهم، يعني فيها معهم. من هيك منتأمل أنه يرجع يرجعوا عن إضرابهم ونقدر نكفي بهيدي الشكاوى، لأن كلها حتى لو بسر فيها ادعاء أنا بقول أنه وصلت لنتيجة، وصلنا فيها لنتيجة، لأنه بمجرد ما صار في ادعاء على رئيس مجلس إدارة المصرف بصفته الشخصية أو بصفته ممثل عن المصرف، رئيس مجلس إدارة المصرف، يعني نحن أخذنا نتيجة، لأنه بدهم يعرفوا أنه هلأ واصل الموس على دقن غيرهم كمان، مش بس هني، نحن عم نوسع البكار وكمان عم نقول عنا بوقتها عمين بده يصير في ادعاء كتير، على مين رح يصير في ادعاء غير أصحاب المصارف. هلأ هيدا باختصار يلي عم بيصير بالنسبة للشكاوى الجزائية. بس أنا بدي أقول للمذيعين أنه بدي استغل الفرصة هالمناسبة وأقول للمذيعين بحيلا وقت نحن بدنا إياكم تكونوا حدنا، مثل ما نحن عم نكون حدكم بهذا الظرف، بدنا إياكم تكونوا حدنا لحتى نوقف كل شيء عم بخطط له نجيب ميقاتي والشامي ومن يديرهم، مش هني لحالهم. شامي يعني قصدك استعاد الشامي؟ أكيد. لأنه هيدي مافيا، مافيا كتير 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 متجذرة. ما فينا نحن بهذه الشكاوى تكون لحالنا عم نقوم فيها وعم ناخد نتيجة لحالنا. بدنا مساعدة المذيعين يكونوا حدنا وقت ما نطلب منهم إنه ينزلوا بمؤازرة معنا لحتى نحن نقدر نكون عم نقول لا لحي بيقضي على ما تبقى من أموالهم. لأنه هلأ هيدا المشروع يلي رح نحكي فيه ونحكي بالنقاط القانونية، بعض النقاط القانونية، لأنه أنا ما بدي أعطيه أكثر من حجمه، ما رح بخليه يمرو، ما رح يمرو. بدي أقول أنه هيدا المشاريع الجهنمية، هيدا المشروع الكارثي اللي رح نحكي فيه نحن، عنوانه بيتلخص بإطاحة بما تبقى من ودائعكم يا مذيعين، رح يتيح بكل ما تبقى منا. نحن من مين؟ من حكومة ما عندها أهلية. من مين عم نحكي؟ من رئيس حكومة ما عنده أهلية، ما عنده مصداقية كمان. لازم يتلاحق بأمام المجلس الأعلى بمحاكمة الرؤساء والوزراء. هون أستاذة أرلات امبارح بيان التكتل لبنان القوي طلع بهذا الموضوع وقال بدون يقدموا عريضة اتهام أمام المجلس النيابي لمحاكمة نجيب ميقاتي أمام المجلس الأعلى لمحاكمة رؤساء الوزراء والنواب. عظيم هذا اللي لازم، لأنه مشروع ميقاتي شاغي مصارف لجنة الرقابة على المصارف مصرف لبنان، هيدي كلها بخندق واحد. احنا كلنا هول بدنا نوجههم، والوزراء والنواب يلي تعاقبوا كل هالفترة من 35 سنة لهلا، هيدي كلها المنظومة نحن عم نوجهها لحالنا. بدنا المذيعين يوقفوا معنا وقت ما بنقول لهم بدنا ياكل حدنا، ونحن مستعدين كمحامين كقضاة أوادم كجروب جمعية أموالنا لنا كل استاذ نص هي معنا كمان معنا على الحلقة. كل يدي عم تقدموا أنت، يعني كل هالناس عم بيقدموها لازم هن يقدموا كمان بعطائتهم الوقفه حدنا اللي نحن بقى عايزينه. طيب استاذه ارلات بدي اسالك سؤال اخير، لانه معنا كمان استاذ فراس طنوس بالحلقه. في يعني الناس يلي بلبنان يلي ما قادره تامن رسومات هالدعاوى، هل عم بيصير اي اجراء مثلا للتخفيف من معاناتهم في حال بدهم يقدموا الدعاوى؟ لانه بسمع كثير انه في تحت ما عم بيقوموا بهالخطوه، ما عم بيقدموا عليها لانه ما في عندهم مردود لحتى يدفعوا الرسوم وبعض الاتعاب. شو بتقولي هون بهذا الخصوص استاذ ارلات؟ نحن هلا عبر جمعيه اموالنا لنا كنا عم نجرب نعمل
يعني هيك مثل هلا بخبرك عنا فراس. كنا عم نجرب نساعد بس ما الكل بنفس ال يعني نصوم توس دان لو ميم بان مثل ما بيقولوا. مع العلم استاذ فادي، استاذ فادي مع العلم استاذ ارلات واستاذ مايا، يعني انا شهادتي مجروحه فيهم، استاذ مايا جعاره كمان، في كتير عالم مرضى وبيعانوا من مرض ساعدوهم بدون اي مقابل، وظهروا لهم جزء، ظهروا لهم جزء من اموالهم، ظهروا لهم جزء من اموالهم من احد البنوك اللي ما كان عم بيتعاون بولا شيء، بولا حتى ما عم بيمتثل قدام القضاء، كانوا قدروا يجيبوا مصاري لناس عندهم امراض مستعصيه وهيك قدروا يجيبوا لهم مصرياتهم بدون اي مقابل. استاذي ارلات هون سؤال على على على, على هذا الموضوع، ما 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 بتنطبق. تفضلي. نحن هلا من بعد 4 سنين ونص من يعني هيك بهيدا المجال، صرنا حتى اوقات بيجي كثير مذيعين عندهم نحالات مستعصيه، صرنا عبر انه وساطه عم نتقدم اوقات بمساعي، وعم تكون او يعني اوقات كثيره عم تبذل يعني عم تعطي نتيجه، عرفت يعني قدام القضاة، يعني قصدك قدام المحاكم الوساطه عم تكون؟ بتكون الوساطة بين زملاء لحتى نقدر نسيسر أمور العالم يلي كتير وضعها مزري. في أوقات أنه عم يستجاب الطلب أوقات لا، بس أنه عم نجرب بقدر ما بنستطبق، ما فينا نقول كل شيء، بس فينا نقول أنه نحن قد ما بنقدر عم نساعد بكل الوسائل. طيب أستاذي أبلات هون معلش، شروط المعونة القضائية ما بتنطبق على احوال المذيعين المتعسرين اللي مش قادرين يرفعوا دعاوى؟ ما بتقدموا لهم معونه قضائيه؟ ما هو ما حدا عم يعني صارت المعونه القضائيه مثل حبر على ورق بهيدي الايام وبهيدي الظروف، يعني الكل نفس كل المحامين وكل مثل ما قلت لك نحن كنا بنفس الغندة، يعني قليلتا نقدر انه نحكي بيه، يعني نحن بحاله معونه قضائيه على صعيد المحامين وعلى صعيد المذيعين. انا بعد بدي اديك شغله استاذ فادي كثير مهمه، نحن حكينا عن شكل جزائيه بس في كثير دعاوى مدنيه عم نتقدم فيها انا واستاذه مايا جعاره. نعم. بموجب الماده 67 يلي هي كثير مهمه، هذا قانون 2 على 67 طبق من زمان وقت بنك انترا. صحيح. عم يجربوا يقلدوه بهذا اقتراح القانون الفاشل تبعهم هلا ويرجعوا يطبقوا هذاك القانون، هذا قانون كثير مهم وهذا وصل هلا لخواتيمه، يعني نحن بهيدي الدعاوى وصلنا على الاخر، صارت بالمرافعه وراح تروح للحكم، وهون ان شاء الله كل يعني صوت يوصل لهالقضاه اللي عم يهتموا بهيدي الدعاوى انه يعتبروا انه هيدا الموضوع اساسي وجوهري وبمس بكيان كل بيت من بيوت العالم اللي بلبنان، يعني يوقفوا مع الحق والانصاف والعدل وما يروحوا بمتاهه المصارف يا الترهيب يا الترغيب. نعم. بدي بعد كنت اقول شغله اذا بعد في وقت لالي 5 دقائق. تفضلي. هيدا ما يسمى مشروع اقتراح قانون، هيدا في شغله جهنميه حاطينها فيها، حاطين هن هون يعني ما رح نحكي بكل المواد ولا بدنا ساعتين، هون عم بفرقوا هن بين ودائع مشروعه وودائع غير مشروعه، وبعدين عم بميزوا بين فريش وقديم، هن اول شيء ما بحق لهم يشرعوا او يحكوا بمشروعيه وبغير مشروعيه لانه ما عندهم صفه لتحديد المشروعيه او لا هن، بعدين ما في بلبنان قوانين تسمح للهيئات الناظمه ممارسه دوره، ففي كثير هيئات ناظمه هي خلي تمارس دوره وتقول اذا مين مشروع مشروع، وبعدين ما يطبقوا لي ولا سيركولير من مصرف لبنان لانه كل سلعه رياض سليمه ما حدا من المودعين معترف فيه والقضاة الاوادم ما هم معترفين فيه. بدي اقول كمان على الهركات اللي عاملينها، فرض هذا القانون هركات وليلره يعني لولار وسمح بالتسديد كبيره وعمل هركات على الودائع اللي اعتبرها غير مؤهله. نعم. يعني الودائع غير مؤهله بحسب هيدا الاقتراح تحولت كبيره للدولار بعد 17 تشرين واللي قبل لا 2019 باردون واللي قبل والشيكات اللي اشتروها يعني وقت المضاربة، بس ما المصرف وقتها ربح منهم كلهم، ها هيدا المصرف كلهم
ربح منهم، يعني كل شيء عم يرجع يحطوه على عاتق المودع. بعدين الودائع اللي حولها المصرف على سعر 15,000 ليرة اللي هن اجوا على ذكرى، بس ما هيدي كمان المصرف استفاد فيها، حولها للدولار وهو حتى بمصرف لبنان واخذ فوائدها واخذ عمولتها برضو. يعني حملوا 50% من الهيركات اذا مش اكثر للمودع مره، ولا عم يحملوا ال 50% مره ثانيه. بعدين الودائع المؤهله تتسدد بالدولار او بالليره وسعر السوق حاطين، بس هيدا عدم اقتراح العقد ما بين المصرف والمودع. احنا مش هيك بالعقد اللي عاملينه بيننا وبين المصرف، احنا ما حطينا بعيد العقد لا الدولار ولا ليره، حطينا نحن دولار. صحيح. يعني شرع التسديد بالليره يعني على امل انه ما يتمرق هيدا المشروع القانون، لانه سمعت اليوم مثل ما حضرتك بتعرفي، سمعت مثل ما حضرتك بتعرفي انه نجيب بيقاطي عم بيحاول يرجع يتملص منه لمشروع القانون. هل هي هذه التمويل او عمليه تحتيه ثانيه عم بيحكي اعصاب النقاط اللي محضر لك اياها؟ ما راح تتركونا نحكي شيء انت والاستاذ علاء. عم بيضل الراي العام حتى ما نقوم عليه. وبدي اقول لك انه هيئه التحقيق الخاصه هيدي كمان شيء منه قانوني، ما بيقدر يحكوا عن هيئة تحقيق خاصة. هيدي يعني عن جد حكمة غير قابل للإستئناف والتمييز من قبل المودع، بس قابل للإستئناف والتمييز من قبل المصرف. الحكم اللي بيطلع عندها هيدي كمان صندوق المخفف للمودعين، هيدا مخالف لأنه نقد وتسليف. هيدي النقاط بدنا نتركها لخينا فراس، لأنه احنا ما يزعل منك وما بدنا تزعل انت وياه. لا ابدا. انا بدي اتشكرك، بس بدي اقول لك شغله، يعني بتطمن المودعين في حال بده يتقدموا دعاوي عم بيلاقوا نتيجه بلبنان؟ عم بيلاقوا نتيجه، ما عم ياخذوا وديعتهم 100%، عم ياخذوا جزء منها وعم يتقسط الجزء الثاني يلي ما بحق له ب 300 دولار عم بحق له فيهم او ال 400 دولار، عم يرجع ياخذ قسم صغير ويرجع ياخذهم، هو بحق له فيهم بس حسب الحراميه، يعني ما بحق له فيهم حسب قوانينهم هن وتعميمهم، بصير يحق له فيهم. يعني كل ملف عم ياخذ نتيجه باستثناء ملفات اثنين او ثلاثه وفي راس عنده خبر فيهم يلي هن ادعت فيهم المدعي العام على هالمصاريف وحولتهم لقاضي تحقيق. وهلا بدي لك انه بالنسبه لبنك عوده في مذكره بحث وتحري صدرت جمعه الماضي بحق سمير حنا يلي هو سمير حنا لمده شهر، واكيد رح تتجدد لحتى لانه ما قبل يرفع السريه المصرفيه وما مثل قدام القضاء، ونقل راد المسبحة رح تكر ورح يعرفوا كلهم انه ما فيهم اخر شيء في قضاء في قضاة اوادي مثل الرئيس غادة عون وغيرها من القضاة يلي عم بيشتغلوا بهذا الموضوع، وما بقى فيهم يهربوا لمحل. انا بدي اتشكرك استاذ ارلات، والحمد لله على السلامه مجددا، ويعطيكي الف عافيه على الشغل اللي عم بتعمليه، وعلى كمان الطريقه اللي عم تتعاملي فيها مع المودعين اللي عم يعرضوا ملفاتهم قدامك قدام استاذه مايا جعاره. ميرسي كثير لك. انا بدي لك ميرسي لك استاذ فادي، خليكي بهالهمه. الله يخليك. ميرسي لكل يلي عم بيتابعوك دائما. ميرسي كلك ذوق، ميرسي كثير. الله معك. بعدني عم استاذ فادي، بس قبل ما تبلش في الاسئله، بس في كتير عالم عم تسأل انه الرئيس غادة عون موقفه عن مهامه. انا بقول له الرئيس غادة عون كل يوم على بكرة تطلع على مكتبها عم بتمارس مهامه، وفي كتير عالم عم تتمنى انه تكون ما عم تطلع على مكتبها، بس ان شاء الله بقدرة الله بتضلها هي عم بتداوم، ولا بل مش مثل غير قضاة بيجي نهار وبفل نهارين، كل يوم بتطلع وبتمشي ملفات. هني عم يستغربوا لانه على اساس حولوها على يعني طلعوا فيها القرار وهي طعنت بالقرار، بعدهم لهلا ما قدروا اجتمعوا ولا تامن النصاب لهيدا الاجتماع، مشان هيك مستمره بعملها طالما في قرار نهائي. مذكره التوقيف بس استاذ فراس، من بعد حديثنا في عندي تعليق بس على اللي حكيتوه، بس عندي كم تعليق.
اتفضل اتفضل خد خد مشهد. بالنسبه للتوقيف، المذكره التوقيف بحق استاذ سمير حنا رئيس مجلس اداره بنك عوده، هيدي يعطيهم العافيه مايا وارلاب والقاضي. رئيس مجلس اداره المصرف احد المصارف، مش حيالله مصرف بنك عوده، وان شاء الله واصلين لمحل. يعني بالجمعتين الجايين راح يكون في سوربريزات كثيره محضرين لهم اياها للشباب، لانه شوي الوضع صار دقيق وشوي عم يتربصوا اكثر مما مفروض. يعني صار صدقوا كذبتهم والمحامي تبعوا له تصدق كذبه اكبر واكبر، وعم نشوف بالتحقيقات شو عم بصير. يعني ما بدنا نكشف التحقيقات السريه، بس عم نشوف كيف عم بفوتوا بالحيطان بالتحقيقات. بالنسبة لخطة الحكومة استاذ فادي، انا اليوم اغلبية اللي بيعرفوني يمكن يتفاجئوا بالطريقة اللي انا عم بحكي فيها، بس بعدين رح يعرفوا انا ليه عم بحكي بهالطريقة. رح كون كتير ايجابي وكتير بناء، نعم لانه اليوم يكون في قانون لنناقشه ونحط عليه تعديلات، افضل انه يكون ما في قانون ويكملوا المصارف وموظفين المصارف ورؤساء مجالس إدارة المصارف عم بيعملوا اللي عم بيعملوه فينا من 5 سنين. بيكون في قانون بنحط له تعديلات، بنظبطه، بنشيل، بنحط فيه لنشوف وين بدنا نوصل. لأن بالنهاية صحيح هذا القانون صحيح في أمور بتضر، مش بتضر بالمودعين، بس بنفس الوقت في أمور بتضر بالمصارف وبتضر بالمختلسين وبتضر بالعاملين مرتكبين اثراء غير مشروع، وبتضر بالعاملين ارباح غير مشروعه. هيدا ما ينسوها المودعين. فهلا نحن ما عم نشكر، يعني نحن منا ضد القانون، بس نحن منا ضد القانون، منا مع القانون، بس نحن حابين نعطي ملاحظاتنا ويبنى على شيء مقتضى. لربما مستشار سمير الظاهر، مستشاره الرئيس مئاتي، مستشاره المالي بيسمعنا، يعني بنشوف وين بدنا نوصل. هلا اليوم قبل ما نحط نحن بعد 5 سنين حاطين خطه ماليه لاعاده هيكله المصارف واعاده الودائع، قبل كل شيء استاذ فادي شو المفروض يصير؟ يعني هي هالخطه لسوء الحظ ارقام، وحطت ارقام بتتناقض مع اللي مكتوب بالخطه. اوكي، يعني اليوم مكتوب بالخطة إعادة مثلا إعادة الأموال الأرباح الغير مشروعة اللي عملوها المصارف آخر كم سنة، إعادة الأموال المحولة، إعادة. ممتاز، وهذا اللي بدنا إياه نحن كمودعين. إذا في شي مودع عم يسمعني اليوم مش هيدا اللي بده إياه، وإعادة الأموال المحولة إلى الخارج وهالأمور، هذا نحن بدنا إياه. بس السؤال الكبير انه كيف انتم بتقرروا لنا قبل ما بهاي الخطه بدها اعاده هالامور كلها، واعاده المصائل الاموال، واعاده الاموال المحوله والمهربه، ومحاسبه الفاسدين، واعاده الاموال المتاتيه من الفساد. ممتاز، طب كيف قررتوا انتم انه تعطونا 400 دولار على 15 سنه وانتم بهالخطه بدكم تعملوا اعاده لهالمصريات؟ مين قال قد ايه انتم رح تجيبوا؟ مين قال انتم قد ايه رح تحصلوا من هالاموال المتاتيه من هالخطه كلها؟ ليه لا قررتوا لنا من هلا نحن 400 دولار؟ انا بدي اسال سؤال، ليه مش 4000 دولار؟ ليه 400 دولار؟ او ليه 400 دولار مش 100 دولار؟ بحق لنا نسال هالسؤال. فاليوم نحن قبل مناقشه اي خطه او قبل طرح اي خطه، في شيء بده يصير استاذ فادي. يعني اليوم بعد 5 سنين ما معقول نحن عم بخبرونا اللي صاير فينا. يعني 400 دولار بالشهر على 15 سنة، و300 دولار على مدري شو، و100000 دولار اقصاها 100000 دولار الاموال اللي بدها تسترجع. يعني طب اليوم زلمه اذا معه 150000 او 200000 او 500000 من عرق جبينه، هيدا بكون زلمه فاسد او زلمه مدري شو؟ بس انا سؤالي الاكبر، هل نجيب مئاتي؟ هل سعد الحريري؟ هل نبيه بري؟ هل ما بعرف مين؟ هالنواب؟ هالدنيا كلها هن قبلانين من مصرياتهم يبقى 100000؟ هن بيقبلوا الملايين اللي عاملينها من عرق جبينهم تعبوا، بيقبلوا بال100000؟ يبلشوا بحالهم، يطبقوها على حالهم ونحن لاحقينهم. واحد، اثنين،
قبل حيلا خطه يا استاذ فادي بده يصير في بال بال بالاتفاقيه مع الفاريز اند مارسل مكتوب انه في تدقيق جنائي بمصرف لبنان يلحقه تدقيق جنائي في المصارف التجاريه اللبنانيه. وين صار هالتدقيق الجنائي بالمصارف اللبنانيه؟ اليوم انا كيف بدي اعرف هل موجودات المصارف شو معها بالكورسبوندنت بانك، شو مهربه، شو مفوته؟ نحن مع استاذه مايا واستاذه ارلات عم بيعملوا نوعا ما شبه تدقيق جنائي ببعض المصارف اللي عم بيبعتوا عليها مراقبين. طبعا ببين معنا في اموال محوله بعد 17 تشرين، وفي اموال محوله قبل 17 تشرين، وفي بلشوا وقتها كانوا يا استاذ فادي عم بدقوا على الخليج لهالمودعين وعلى افريقيا وعلى مدري وين، وقتها كانوا عم بدقوا لهم بدك ابعت مليون دولار لنعطيك 10% و15% و17%، كانوا بوقتها هن عم بهربوا مصرياتهم استاذ فادي. وفي عندك 300 موظف بالقطاع المصرفي، هن اللي خربوا للقطاع المصرفي، وهن اللي مهربين اكبر المهربين بالقطاع المصرفي واكبر المهربين للاموال، وكله مبين معنا. هودي 300 موظف بمصرف المركزي يعني قصدك استاذ فراس؟ مصرف المركزي الله يرحمه ابرنام على كلامي، وهلا جاي لك بالمصرف المركزي على شو اسمه؟ مصرف المركزي مع احترامي لاغلبيه العالم نحن كنا السباقين اللي ادعينا عليه لرياض سلامه، وضحكت علينا العالم وتحدونا انه كيف عم تحطوا عقلات راسكم برياض سلامه ما فيكم ليه؟ اليوم رياض سلامه مخبى لانه مخبيينه، مش مخبى لانه نحن مش قادرين نطاله، قادرين نطاله. مخبى لانه مخبيينه وحامينه. على كل الحال اليوم هيدي الخطه استاذ فادي كل انا عم بعمل لك انترودكسيون بعتذر بس للعالم تفهم. ايه انا مقصود كثير بهيدي لحتى تفهم الناس اليوم كل انسان عم يشتغل على هالخطه مستشار اقتصادي، رئيس وزراء، مستشار رئيس وزراء، وزراء، نواب بدها تصوت عليها، هاو كلهم يعملوا معروف يرفعوا السريه المصرفيه عن حساباتهم. قبل كل انسان عم بيتعاطى بهيدي الخطة وعم بحط بنود بهيدي الخطة، وكل نايب بده ينتخب على هالخطة يتفضل يرفع لي السرية المصرفية تبعوله، إذا هو بيقبل مصرياته بعدهم هون مهربون وبيقبل المليون دولار تبعيته تصير 100,000 دولار، وال100,000 دولار تبعيته تصير 36,000 دولار، ومن ال100,000 دولار يقبض 400 دولار على 15 سنة، يتفضل يرفع لي السرية المصرفية تبعيته، إذا يسواني ما يسوى أنا قبلان معه. إذا كلنا على الأرض يا حكم أنا إبلام معه. بيرجع. بس بيظهر ما فرقاني معهم. بده يفرق معهم. لا بده. ما فرقاني معهم. من حدا عم يلزمني يرفع السرية. في قانون رفع السرية المصرفية. ما اليوم بهيدا القانون في رفع السرية المصرفية. عن المصارف وعن أعضاء مجالس الإدارة. وفي عندك استعادة إعادة الأموال المحولة من قبل. هن مسؤولين عن تسكير المصاري اللي هي رح يكون عامل شورتج بالمصارف، رؤساء مجلس اداره مسؤولين ها بالخطه، وهيدا ممتاز، هن مسؤولين يردوا هالمصريات. انا هلا بقرا لك برجع البنون استاذي. اليوم نجيب ميقاتي طالع امبارح بقرار مجلس الشورى الدولي الغاء قرار مجلس الشورى الدولي قدموه المصارف، بس ليه عم بحكيك عنه؟ لانه الغاء التزامات مصرف لبنان تجاه المصارف. اوكي، ربحوا القرار بمجلس الشورى الدولي جمعيه المصارف. يعني اليوم انت يا رئيس حكومه لتكون ماشي مطلع قانون او مطلع قرار وينلغى بمجلس الشورى، وين جاي تعمل لي انت خطه نجيب رئيس نقابتي؟ جاي تعمل لي خطه ما انت قرار لغالك يا مجلس الشورى. طيب اليوم عم نحكي بإعادة هيكلة هذه المصارف. طب ما هاي المصارف إلى 5 سنين بينت إنه هي سكالتونز، يعني ها موميا أو ها زومبي هيكل، يعني بنك لا بدين لا بيدين لا بيعطيك تشيك لا كريدت بنك. طب ليه بعدك بدك تعيشها بدك تعملها إعادة هيكلة؟ في قانون بمصرف لبنان بتحط ايدك على المصارف بترجع بتمشيها بتعيشها وبتسلمها لادارات جديده. وين بعدك عم تعيشها؟ طب وما تواخذني لنكون لوجيك شوي، ما في رئيس مجلس اداره لبنك غير ما عمره فوق 70، مش فوق 60 وفوق فوق 70، شو بعد بده؟
فرانسوا بيسيل عمره 80 سنة، عدنان قصار وخيو عمره 89 سنة. عدوا كلهم أغلبيتهم فوق السبعين. سليم سفير 75 سنة. هاو شو فرقانة معهم؟ هاو عملوا عيشوا حياتهم، شو فرقانة معهم هلأ شو بصير؟ وين بعدك عم تعملهم إعادة هيكلة لشو؟ للورثة تبعولهم؟ خلص حط إدارات جديدة، فشلوا هاو. بيرجع اليوم الرئيس ميقاتي لمح اليوم عشية إنه يدرس تراجع عن هذا القرار. انا افسر لك شو قصة التراجع، مشان هيك انا بدي اكون ايجابي، لان قد ما كنا ايجابيين وقد ما قبلنا بالقانون وقد هو رح يتراجع. تعرف ليه؟ لان البنود المكتوبة مكتوبة بس لامتصاص، بس لامتصاص الامتصاص الشارع او لامتصاص التوتر بالشارع. هل البنود اللي محطوطة لانه بمحلات لا تطبق. رح اقول لك نحن لنبلش بهيدي الخطه قبل كل شيء. بدك تدقيق في الحسابات المصرفيه، المدخل الوحيد لتحديد الودائع المؤهله، مش انه هم يقرروا مؤهل وغير مؤهل. ما فيني اقرر انا ودائع مؤهله وغير مؤهله قبل ما ادقق بحسابات المصرفيه. طب انا اليوم اذا واحد بيشتغل فات 4 تشيكات من 2019 لليوم على حسابه، طب هذا ما بيعتبر انه عم بيشتغل بتشيكات. بينما في واحد مثله كان مش بالنهار يفوت 100 تشيك ويظهر 100 تشيك وعمل، صاروا هاو الاغنياء الجدد ونحن صرنا الفقراء الجدد. 2، التدقيق الجنائي لتحديد المسؤوليات وكشف الجرائم الماليه والغير ماليه في المصارف. هيدا اقتراحكم انتم، مش اللي وارد بمصر. خطه بدك تبلش بهون، هيئه مصرفيه مستقله لقياده أوكي. خطه اعاده هيكله المصارف وحوكمه جديده للقطاع المالي. انا ما فيك تيجي تقل اليوم مثل هالخطه كلها بزي على لجنه الرقابه على المصارف. شو لجنه الرقابه على المصارف؟ من خمس سنين لجنه الرقابه على المصارف. نحن مقدمين فوق العشر مراجعات عندها، وحده في بعض منهم على قصه الاكسترا فيز اللي عم ياخذوهم المصارف. فجاه اثنين بتقوم عم بياخذ كل شويه من حسابك $17 و25 دولار. شو عملت لجنة الرقابة على المصارف؟ بشي ما عملت شيء. بتروح عند لجنة الرقابة على المصارف بيعملوا لك هيك بإيدنا، القصة مش بإيدنا. طيب مين رئيس لجنة الرقابة على المصارف في مرة عطونا حجة إنه نحن شو ما نقرر ترجع القصة للحاكم، الحاكم بقرر إذا بيمشي ولا لا أو بيمشي بالعكس. أوكي، أو نايب الحاكم. فاليوم إعادة الحوكمة، يعني هالعالم هالمصرف المركزي اللي وصل البنوك لهون والموظفين اللي بالمصرف المركزي اللي هن هيئة التحقيق الخاصة، لجنة الرقابة على المصارف، هيئة المصرفية العليا، هو كلهم هو شو عملوا؟ ما عملوا شيء. اليوم ما فيني اتكل عليهم ليمشوا هيك قانون مثل هذا، لأنه إذا المجرب مجرب بيكون عقله مخرب. بس رح خلص استاذ فادي الانترودكسيون. وين تعتقد استاذ فراس، وين تعتقد المشكلة بهذا الموضوع؟ رح لك المشكلة وين. رابعا، تجميد ادارات المصارف الحاليه والحجز على اصولها بانتظار اقرار خطه اعاده الهيكله. وقف كل شيء، صفر كل شيء، خلينا نشوف كيف شو لهم وشو معهم الجماعه. لو النوايا الطيبه هيدي بيوافقوا على القرار في القطاع المالي، كل واحد وصلنا لهون بدك تحاسبه. وبنرجع بنبلش بخطه بكون كل العالم نظيفه، كل العالم تحاسبت، وبتبلش بخطه. قاعد حطيت لي خطه حرام فيها 70 صفحه تعبونا لنقراها ونفندها. لا اكيد ما فينا نحكي بكل شيء، بس رح نحكي بالموضوع، يعني بالمواضيع الحساسه اليوم. نعم تفضل. ايه استاذ فادي، المشكله وين؟ انت عم تقول لي وين المشكله بهالموظفين اليوم؟ الحوكمه اليوم الحاكم بالإمادي، حاكم بالإنادي، حاكم بالوكالة استاذ وسيم منصوري. اوكي، الشاب في جمعيات طالعه نازله عنده مبسوطه، ماشي الحال، ما شفنا شيء. وعدنا بال151 يلغي، ما لغي. اذا بتتذكر هذا اللي بدي اسالك عنه، وقت اللي بتتذكر وقت طلعت معي وقلت لي رح نعمل نعطيه بنفيت اوف ذا داوت لحتى نشوف شو جاوب. هيدي شو صار فيها صراحه؟ مش بنفيت اوف ذا داوت صراحه،
عنده نقطة ضعف، عنده نقطتين استمرارية للرياض على المصارف ونقطة ضعف على بعض السياسيين، وهيك ما في يشتغل. كيف بده يشتغل؟ كيف بده يشتغل؟ أنا بيقولوا كيف بده يشتغل؟ انتبه يعني أنا بشخصه هي لرياض سلامة منصور وسيم وسام منصور ما عندي شيء ضده، بالعكس شخص منيح واللي بدك اياه، ويمكن عم بجرب، بس عم بجرب وايديه مربطين، ما في ما في يشتغل منيح وما له علاقه بالمركز اللي عم بيتمليه. في بعض السفرات اللي صارت عن نيويورك وقتها كان نايب حاكم وكان بعده رياض سلامه وبوجود كان نعرف شو كان عم بيروح يعمل، يعني ماشي الحال، مش انه ما كان في دور اساسي يعني. استاذ فادي اليوم هيدا القانون اوكي، هيدا طيب شو هي النقط، شو هي النقط استاذ فراس اللي اكثر شيء زعجتكم، وخاصه انه بتناقض ان كان الواقع تبع المودع ولا الاموال تبعيته ولا بتناقض القانون كمان؟ راح اقول لك استاذ فادي اوكي اليوم اليوم انت نحن عنا هيدا فتحنا القانون قدامنا، الهيئة المختصة بإعادة الهيكلة، يعني نحن معارضين إعادة هيكلة مصارف، إنه خي يجيبوا إدارات جديدة خلصونا، ليه بدنا نضلنا نعيشهم وهن وصلونا لهون وما عندهم ولا حل، هربوا أرباحهم لبرا، وهيدا الحديث أنا مسؤول عنه صار بأحد المجالس الخاصة، وهن فضحوا حالهم إنه هربوا أرباحهم، أعطونا تطمينات لنجيب مصرياتنا ونقلع الاقتصاد. إلو الهيئة المختصة تمارس الهيئة المختصة بإعادة الهيكلة صلاحياتها كذا كذا كذا، تعيين دوري المدير مؤقت، طلب من المصرف أن يبيع الأصول، ها ممتازة، على سبيل المثال حصر مشاركته في الخارج، الطلب من المصرف أن يحد من أو أن يوقف بعض العمليات وأنشطة العمل القائمة، المطالبة بتغييرات في البنى المصرفية القانونية، يعني عم بقري لك البنود اللي منا عاطلة بالنسبة لموضوع المدعين. صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف اليوم ليك شو صلاحياتها، لا يبقى صلاحيات مسؤوليات لجنة الرقابة على المصارف في سياق عملية إعادة الهيكلة، يعني اليوم لجنة الرقابة على المصارف بعد ما نحن جربناها والجرب مجرب بيكون عقله مخرب عم بيرجعوا يعطوها من إيدها، ما عنا مشكلة اوكي بدكم تسموها هيئة رقابة على المصارف ممتاز، يتغير العفش كله، يتغير الاشخاص كلها الموجودة بلجنة الرقابة على المصارف. اول شيء بتعرف ليه استاذ فادي؟ ما في موظف بلجنة الرقابة على المصارف غير ما كان شو؟ موظف ببنك. مايد دباغ اللي هي رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مين هي؟ موظفة كانت ببنك مد، وعندهم موظف يعني كونفليكت انتريست جايين يرموا اسيادهم قدام، مشان هيك ما قدروا يعملوا شيء. اليوم انا بدي وكلهم بالخطه الوحيده اللي طلعت جديه لاعاده اموال المودعين، بغض النظر انه فيها اشحاف كثير كبير للمودعين وكذا، بس نحن قررنا نكون ايجابيين. هذه اللجنه الرقابه بقى تتغير كلها ويكون في اشخاص مسؤولين مودعين موثوقين، لان في مودعين مش موثوقين استاذ فادي، ببيعوا بيشتروا ب $100 و $200 ببيعوا و $500، مودعين موثوقين هن بيكونوا بكل لجنه بتتابع هاو الملفات الملف، كل لجنه عم بتتابع انتظام هيدي الخطه، اذا قطعت هي ما رح تقطع بمجلس النواب، بس عم نكون بعضنا ايجابيين. هيدي لجنة الرقابة على المصارف هون قايلين لك الإشراف على تطبيق عملية إعادة الهيكلة ورفع تقارير دولية إلى الهيئة المختصة بإعادة الهيكلة حول التقيد كذا، إجراء تقييم وهلا أوكي ممتاز، بس هيدي تضارب المصالح هون بيقولوا لك إذا بين إنه حدا في تضارب بالمصالح أن لا يكون، يعني هيدا المدير المؤقت اللي بتعينه بعينه على المصرف أن لا يكون قد شغل في سنتين السابقتين لتعيينه منصب عضو في مجلس إدارة الاداره او الادارات العليا ومستشار في المصرف والكيانات المرتبطه به، ممتاز. ان لا يكون مودعا فوق ال 500,000 دولار، ممتاز. ان لا يكون له علاقه قربة وصولا الى الدرجه الثانيه او مع مساهم كبير او عضو في مجلس اداره مصرف، ممتاز. اي معايير اخرى قد تهدد استقلاليته بشكل مباشر او غير مباشر. بس هاو كلهم منو لهاليوم عم بده يقرر لك فيهم؟ لجنه الرقابه على المصارف او هيئه تحقيق خاصه؟ مين اللي هم كانوا عم بيستروا على رياض سلامه واليوم
بعضهم محلهم ما عاملين ولا جرم. اوكي طب استاذ فراس، بالنسبه للفوائد اللي محطوطه، استرجاع الفوائد من سنه 2015، هيدي حاطينها انه تحسم من الوديعه. اليوم استاذ فادي، هيدول لسوء الحظ، هيدي الخطه بعد 5 سنين ممنوع يكون في عليها ولا شائبه، وممنوع يكون في عليها ولا ملاحظه. اذا اخدين وقتهم الجماعه اللي محضرينها وعارفين شو عم بيعملوا. اوكي اليوم اذا بده يخص الفوائد يعني العبره في التطبيق يا استاذ فادي، يعني في حكي قد ما بدك فيها بس حكي. الفايده هي حق مكتسب، بس الفايده هي حق مكتسب، عم يحطها بمشروع القانون انه الفايده تحسن من اصل الوديعه. كيف هالحكي؟ يعني اذا رجعوا لها 2015 نسبه الفوائد يمكن تطلع مثلا قد تلت مبلغه، هو قد تلت وديعته عم بيقرطوا له اياها من الوديعه تبعيته، يعني حكما تلقائيا كانه مش دافعين له فوائد، مش عاطينه فوائد للاستثمار. ربا فاحش، لانه بوقتها المصارف هون كمان، هون بنرجع للي قلته استاذ ارلات، عم بحمله ربا فاحش بالمصارف اللي عملته هيدا الربا. اليوم هذا اللي قلته استاذ ارلات، هن بهيدي الخطه انا كنت منظم لك اياهم تنظيم لاخر شيء، اعطيك الكونكلوزيون او اعطيك الخاتمه، بس هيدا ماشي. هلا بنرجع بنحكي بانتظام. هن هيدي الخطه لاعاده مصريات المودعين، ممتاز، بس بنفس الوقت هو المودع الوحيد عم يدفع الثمن، المصرف عم يدفع الثمن. هلا في حديث بيحكوك واصلين انه المصارف شو بتعمل. هلا ضيعتني، بدك تنزلني لتحت ارجع اطلع. لا خليك هذا بس لحتى اعطيهم رقم، لانه كلهم عم يسالوا عن رقم الاستاذ ارلات بجاني والاستاذ مايا جعاره، لحتى ما تفتشوا بدليل المحامين. رح اعطيكم الرقم، واذا بتحبوا تكتبوه على سكرين، رقم اسمها الكامل استاذه المحاميه ارلات بجاني، رقم تليفونها 03-380-909 03-380-909، واللي ما بيعرف بالعربي 03-380-909. فهيدا الرقم تقدروا تتواصلوا معها للاستاذة ارلات بجاني. استاذة مايا جعارة، لنشوف اذا انت خيي فراس، انت معك رقم الاستاذة مايا، مش مبينه يمكن على التليفون تاني. فراس ما بعرف جبت الصورة عندك. فراس بعدك معنا؟ خي فراس، ايه هلا ارجع. ما عم يطلع صوت استاذ فراس. استاذ مايا رقمها 03-275-3334 275-334 يعني 2-7-5-3-3-4 هذا رقم الاستاذ مايا جعارة. شو حلو، إعادة رسمة لمصرف لبنان، بغية حماية حقوق المودعين، وخلافا لأي نص آخر تقوم الدولة بالمشاركة إلى أقصى حد ممكن في استعادة الملاءة المالية لمصرف لبنان بالعملة الأجنبية. دولة مكسورة بدها هذا ملاءة مصرف لبنان، ممتاز. اتخاذ ما يلزم في سبيل استعادة الأموال المتآتية عن جرائم الفساد وفقا للقوانين النافذة، سيما القانون 214 تاريخ 2021، قانون استعادة أموال عن جرائم الفساد. اليوم مادة 45، ليك شو حلو المادة 45، هيدا في عليها نقاش 3 ساعات إذا بدنا نناقش، بيرجعوا بيحكوا بالفريش ماني، إن الأموال الجديدة، ليك شو حلو هيدا، يعني كسرين وجابرين، عاطينك قصص لتريح المودعين وتقول أنت أمينة، وبمحلات مرقلنا إياهم بطريقة التواء على القانون. إن الأموال الجديدة فريش فونز، أي الأموال المثبت تلقيها من قبل المصرف المعني في القانون الخارج أو كودائع نقدية بالعملات الأجنبية بعد تاريخ 17-2019، هي مستثنات من أحكام هذا الباب، ويتوجب على المصرف تسديدها كاملا للمودع عند الطلب. أوكي، يعني أنا في راس طنوس بقرب ما بعرف شي نايب أو شي وزير، جيت أنا بعد 17 تشرين حولت $1,000,000 لبرا. اليوم أنا
بموجب هذا القانون ما حدا بحقق معي، ما حدا بيقول لي انا قربت اموالي، ما حدا بيقول لي شيء. بيجي برد مصرياتي بصيروا مصرياتي شرعيه، بينما الاوادي مزروبين مصرياتهم وبيقولوا لهم هيدا الدولار. ان الودائع، اسمع هيدي استاذ فادي، هؤلاء المودعين بالليره اللبنانيه، ان الودائع بالليره اللبنانيه هي مستثنات من احكام هذا الباب، ويتوجب على المصرف تسديدها كاملا للمودع عند الطلب. يعني اليوم حجزوا له لمودع الليره مصرياته على فتره 5 سنين، بعد 5 سنين عم بيقولوا له انت هلا صار فيك تاخذ مصرياتك، بس قيمه مصرياته صارت خساره ضرب 100 ضرب 100 او ضرب 90%، يعني قيمتها خسرت قيمتها 90%. وان الودائع لدى الفروع المصارف الاجنبيه العامله في لبنان هي مستثنات من الاحكام، يعني كمان الكورسبوندنت بانكس اذا هن مهربين مصرياتهم لبرا او نايمين على شي 3 4 مليار بالكورسبوندنت كمان والتبه في المادة 46 مشروعية الودائع بالعملات الأجنبية، هيدا ما بعرف كيف تطبق، بس انه منيحة KYC بدقوا بالحسابات. هلا ما بعرف قدي رح فيهم يدقوا، اذا واحد عمره 50 60 70 سنة كيف بدهم يعرفوا من وين اجت مصريات وهالأمور كلها. بس هيدا كله، هالخطة كلها استاذ فادي متجاهلة تقرير شو ألفاريز أند مارسل، لانه تقرير ألفاريز أند مارسل بوضوح الشمس قايل شو عاملين المصارف من تجاوزات مع المصرف المركزي. واليوم هون بيقولوا لك المؤسسه الوطنيه لضمان الودائع، انه بعده عم يحكوا المؤسسه المدنيه لضمان الودائع اللي وقتها اول الازمه كان 15 مليون بتعوض لك، اللي كان وقتها 10,000 دولار، اليوم بتعوض لك 75 مليون اللي هو ما بعرف قد ايه بيطلعوا باللبناني، يعني ب 75 مليون قول لنعتبر 100,000 يعني بيطلعوا 7,500 دولار، صارت بتعود لك اقل. هيدا المفروض بتتعدل من مجلس النواب من لجنه المال والموازنه، يتعدل هيدا المبلغ اللي بتدفعه لمؤسسه الوطنيه لضمان الودائع. طيب استاذ فراس، بالنسبه لانشاء صندوق السداد الودائع لدى المصارف اللبنانيه الخاضعه لعمليه اعاده الهيكله، بيقول هون غايته بشكل اساسي المساهمه بتامين استرداد رصيد الودائع المؤهله وغير المؤهله مهما كانت قيمتها، والى تخصيص بعض الايرادات المستقبليه لهذه الغايه، وذلك عند تطبيق مدرجات هذا القانون. وتحدد اليه عمل الصندوق وهيكليته وشروط وطريقه ادارته بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزاره الماليه. هل هالشيء يجوز هيدا بموجب مرسوم يتخذ بمجلس الوزراء باقتراح من وزاره الماليه؟ يعني كانه اللعبه بعدها بين بعضه، مثل ما غيروا رياض سليم حطوا وسيم منصوري، هلا بغيروا الشروط اللي بدهم اياها وبحطوها طبعا لمجلس الوزراء. قلت لك لتحت اخر شيء بقرر مصرف لبنان، نحن بهالخطه كلها اخر شيء القرار بيرجع لمصرف لبنان، هو بقرر اللي هو مش عارف يعني شو بده يعمل بال 151 وعلى اساس يلغيه. استاذ فادي، انا وقت اسمع صندوق وما صندوق دغري بتحكمني الحساسيه، لا بحب اسمع بسنديق ولا شيء، مش بحاجه لصندوق. تفضلوا قد ايه بتعملوا قد ايه بتردوا، المصاري واضحه وين موجوده، في ارباح للمصارف هربتها ما بدها هي حطتنا بوجه الدوله، والدوله مش حابه تعترف انه هي المصارف الى مصاري معها، والمصارف بتقول المسؤوليه مش علي. ولسوء الحظ في بعض الجمعيات، يعني امبارح عم بقرا شغله، في بعض الجمعيات عم تطلب تمويل عجز لك هالجمعيه المودعين العظيمه، تمويل عجز المصرف المركزي من الاحتياطي. شو الاحتياطي؟ احتياط الالزام مصرياتنا، بدنا نمول المصرف المركزي. وفي حال يعني بالمدان عليكم اموال المودعين حكيتها، وفي حال ما كفوا مصريات الاحتياطي شو بصير؟ اليمول من خزينة الدولة، كل الكسور بمصرف لبنان من خزينة الدولة. يعني هاو عم بيقولوا لهم برافو عليكم، صحتين عقلكم، انتو سرقتوا الدولة يا سياسيين، انتو يا فاسدين، ما بدنا شيء منكم، خلص بدنا نشوف بموازنة الدولة، من موازنة الدولة بدنا نسكر عجز مصرف لبنان. ليك وين صرنا؟ مشان هيك انا بحاجة اي جمعية مودعين، اي جمعية مودعين ممنوع تحكي اقتصاد اذا مش مطلعه وفي اقتصادي عم بيحكي هالموضوع، وفي اقتصاديين مع الزيرو كوبون، ما الزيرو كوبون اقول لكم شيء اقتصادي خليه يفهمكم، ما تطلعوا
تطلعوا تحكوا وتضيعوا العالم طيب. اذا مش عارفين شو عم تحكوا. طيب هون كيف الطريقه للمجابهه استاذ فراس؟ لانه الناس بهمها تسمع شو هو الطريقه الفضلى لحتى يتعالج هذا الموضوع ولحتى نوصل للمبتغى يلي هو اقله الاعتراف باعاده اموال المودعين. استاذ فادي الاعتراف اليوم مش هي مش اعتراف، هن معترفين بحقوق بمصريات المودعين بس هن ما حدا مستعد ما حدا لا الاعتراف بعلية قانونية كرة نار، كل شوي حدا بكبها للتاني، البنك بكبها لمصرف لبنان، مصرف لبنان بكبها للدولة، الدولة بتكبها على وزارة المالية، بيرجعوا بكبوه علينا، لآخر شيء يعملوا هيك شغلة، يعملوا هيك 70 ورقة بارولي بارولي بارولي، اوكي فيهم بنود ممتازة ومنيحة، بس آخر شيء شو؟ آخر شيء شو؟ شو ما كان معك مصاري، إذا أنت ودائع مؤهلة، هن بيقرروا كيف مؤهل وغير مؤهل، بيطلع لك 100,000، لا قايلين لك كيف ال 100,000، ولا قايلين لك وين ال 100,000، ولا قايلين لك إمتين ال 100,000، ولا قايلين لك شيء. وبيرجع إذا غير مؤهل بيطلع لك 36,000، وما بدي فوت بالتقنيات والتفاصيل، كيف بيطلع لك 300,000، بس بالنسبة للمبلغ المحمي من الودائع، ليه كيف بتصير يا أستاذ فادي؟ تسديد المبلغ المحمي من الودائع المؤهلة لدى المصارف الخاضعة لإعادة هيكلة تدريجياً على فترة زمنية تتراوح بين 10 و 15 سنة. يعني في فرق صغير 5 سنين بس تتراوح بين 10 و 15 سنة. يعني بعدك بالمجهول من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بمبالغ شهرية بتبدأ بين $300 ل $800، تبدأ ب $300 يعني فيها يضل $300 في يعني بحددوا مثلا من اي مبالغ 300 و 800، مع العلم انه ليه انا بدي اخذ 300 مثل ما قلنا اول مقابلة، ليه انا بدي اقول انه انتم قدرتكم 300، انا ليه مش 3000، ليه مش 1000، ليه مش 2000، ليه مش 100؟ بتفضلوا اعملوا دراسة، برزوا ارقامكم لبر للعالم، اعملوا تدقيق جنائي بالمصارف، عملوا تأيدوا برابور ألفاريز أند مارسل واستكملوا وبعدين بنحكي. انتبه ويعوا كيف بدوا يتأيدوا فيه أستاذ فراس؟ كيف بدوا يتأيدوا فيه؟ ما زال وزارة المالية معنا بيه بري، وما زال مجلس وزراء معنا جيم بيقاتي، ومجلس نواب معنا بيه بري، وحكمية المصرف معنا بيه بري، والنيابة العامة المالية معنا بيه بري. كيف بدوا يتأيدوا فيه إذا النيابة العامة المالية ما تحركت على موضوع تقرير الأولي تبع ألفاريز ومارسال؟ يعني اللي بيخرب ما فيه يعمر يا أستاذ فراس، بالنتيجة لازم تطير هيدي المنظومة لحتى واحد يقدر يفوت بهذا الموضوع بالحل الأساسية تبعيته والحل المنطقي. نبيه بري لأنه الناس هلا ما بقى تفرق معها شو هي الآلية، بتفرق معها شو بده ينعمل كرمال يسترد أمواله، الناس بتفرق معها بده يتوقف رياض سلامة ولا ما راح يتوقف رياض سلامة لحتى يفضح الباقيين، شو الآلية برأيكم أنتم كجمعية؟ بس فادي في شغلة بدنا نفهمها، هالعالم اللي مزعوجين واللي بدهم يشوفوا كيف بده يستردوا مصرياتهم، هن بالمقابل شو عم بيعملوا؟ هالعالم اللي هي بدها تسترد مصرياتها ما في منها حدا كان موجود بعمة الياس بمحيط مستشفى بمحيط كنيسة مارلياس وقتها كان رياض سلامي؟ هالعالم ما حدا قال بدي انزل خيي كب عليه مليون و400,000 مودع في بلبنان يا فراس، ما عم ينزل منهم 1000. كل الجمعيات المودعين منها هيدا اللي عم نحكيه في الاشعار على الفضاء، ونقول الناس منا ما بعرف شو صايرلهم، واللي مفكر ما في شيء بايده يعمله في كثير قصص قادر تعملها، وعمل كل شيء بنطلع على الاعلام وبنحكي شو قادر تعمل، اذا ما قادر تعمل شيء روح ازعجه للنايب اللي انتخبته قل له شو بدك تعمل لي باموال المودعين، خبرني انت اللي وعدتنا انه مصرياتي بدهم يرجعوا. استاذ فادي هيدي الباند اسمع يعود الى المجلس المركزي اللي قلت لك $300 و$800، يعود الى المجلس المركزي لمصرف لبنان، المجلس المركزي اللي هو كان يعني كان هو راضي على كل اعمال رياض سلامه، هو الاندرتيكر الاندرتيكر، هو اخبار مقبول والاقساط الشهريه المشار اليها اعلاه او دفعها بما يوازيها بالليره
لبنانية على سعر الصرف الحالي، كما تظهره المنصة الإلكترونية المعتمدة كذا على ضوء تطور الوضع المالي وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والبنيوية. اليوم هذا المجلس المركزي بيطلع آخر شيء ولا واحد منهم عنده مصرياته بلبنان، ظهرون وولاده برا عم بيتعلموا وكذا. فاليوم كل العبرة من هذا الحديث اللي عم نحكيه استاذ فادي، فيك تروح على مجلس النواب تطلع احلى قانون تعلق المشاني، بس ما في عندك مين يطبقه. اليوم ليك قانون رفع السريه المصرفيه، اي قاضي عم بيطبقه؟ تعرف غدعون بس الرئيس غدعون بس. طيب اليوم اذا عملنا هيك خطه وبدنا نحاسب وبدنا نسترجع الاموال المحوله الى الخارج والاموال المتاتيه عن فد، بس اذا مين هو اللي بده يطبقه؟ لجنة الرقابة على المصارف ما فيها تطبقه، مثل ما قلنا الهيئة المصرفية العليا ما فيها تطبقه، الهيئة المركزية ما فيها تطبقه، مين هو اللي بده يطبقه؟ هون المشكلة. المشكلة مش الأفكار شو فينا نعمل، فينا نعمل كتير، بس اليوم بدنا عالم تتعاون بالمصارف، بدنا عالم تتعاون وتعطينا معلومات لنفك لهم رقبتهم لهاول عم بيعملوا حالهم هن اوادم ومش مظهرين مصاري، وانه هن عشوائي عايشين على الخبز والزيتونه. بدنا معلومات، بدنا عالم تتعاون بالمصرف المركزي لنكتشف اكثر واكثر من ما اكتشفنا. بدنا عالم تتعاون بوزاره الماليه. يا جماعه ضروري نتكاتف، لانه ما في حل. هيدا قانون طويل عريض، كيف بدك تطبقه؟ كيف بدك تطبقه؟ إذا اللي بده يطبقه، إذا هو طارق لك مصرياتك ومسؤول عن طارق لك مصرياتك، وهو اللي بنفس الوقت هو إذا ما مش هو سرق لك مصرياتك، هو سبب بسرقة مصرياتك، أو هو شيطان أخرس على سرقة مصرياتك، كيفك تتكل عليه بتطبيق قانون لاستعادة أموالك؟ وبنفس الوقت ليه بلشوا بالمودع؟ خطة طويلة عريضة، آخر شيء بيقولوا لك بنعطيك، بيقول لك رح نجيب مصريات الفساد، ورح نجيب مصريات الغناء الفاحش او الارباح الفاحشه تبع المصارف، ورح نجيب، بس انت يا مودي رح نعطيك $300 ل $800. يا اخي كيف؟ ما انت مجرد ما حطيت هذا الرقم انت فشلت على الخطه قبل ما تطلع، ضربت مصداقيه الخطه. اذا قبل ما اعرف انا شو في بموجودات المصارف وبدي اجي نائب المصارف وقد ايه قادره تدفع المصارف وقد ايه معها بالمصارف المراسله وقد ايه عامله ارباح وقد ايه مهربه مصرياتها وقد ايه معهم مصاري اعضاء مجلس اداره ورفع السريه المصرفيه عن حساباتهم وهو كلهم، بعدين بتقرر قد ايه بتعطيني، مش بتقرر بتعطيني مسبقا على 15 سنه لحدا بيضمن انه اذا لقطوا معلش اذا لقطوا لنقول اموال فساد لقطوا $100 مليون، حدا بياكد لي انه هال $300 او هال $800 بده يعطونا اياها بالخطه بتصير 5000؟ اكيد لا. رح خبرك ليه استاذ فادي، لانه نحن اول السنه اول الازمه في بعض المصارف بنك بلوم وبنك عوده باعوا فروعاتهم برا بالعراق وبمصر. في شيء مودع ببنك عودة حصل على مصاري زيادة؟ أكيد لا. وهون كيف فيني اتكل أنا على كل شيء بده يصير أو إذا رح يصير أو هيدي محطوطة بالي وكانت إجابة على هيدي الخطة يا أستاذ فادي، لأنه أنا عارفها معمولة لما تنعمل، لأنه اللي منول بده يحاسب حاله، منول بده يحاسب حاله، منول عم بحاسب. هيدا هو اللي عم نحكي فيه. انت عم بتحط خطة يا نايب او يا وزير لتحاسب حالك؟ والله قديس صاروا قديسين الشباب. مشان هيك مشكلتنا بالتطبيق، تطبيق هلا قد ما بدكم في خطط، قد ما بدكم في وسائل، قد ما بدكم في طرق فينا نتبعها، بس هيدي الخطة بتضل احسن من سابقاتها لنناقشها ونحط ملاحظات عليها، وعلى القليل يكون في خطة نشد من مال، نرخي من مال، نشدوا هن من مال، يرخوا من مال، لنوصل لمحل. قلنا 5 سنين ما في شيء، واليوم هيدا السبب الأساسي. نجيب ميقاتي بيقول لك اليوم عم بيدرس يتراجع عن الخطة. ليه عم بيدرس يتراجع عن الخطة؟ شو صار؟ صار في تحرك على الأرض مثلا،
20,000 زلمة نزلت مظاهرة مليونية ليتراجع عن الخطة؟ لا. صار في ضغط عليه من المودعين؟ بعد لا. صار في ضغط عليه من شي محل؟ لا. طب ليه بده يتراجع؟ ليه عم يدرس يتراجع عن الخطة؟ التمويل عم يحتال، عم يكفي احتياله. ما نحن عم نوقع، انا نحن عم نوقعه. يا خيي بقى بنمشي بالخطه بنحط عليها تعديلات. انت عم تحط خطه لانه هو عم بحط خطه مش ليمشي فيها. بركي هو عم بيبيض وجهه مع صندوق النقد الدولي فكره. خير يا استاذ فادي. فبطلب استاذ فراس سؤال اخراني لو سمحت. ليه انتم بجمعيه اموال انا وعند المودعين ليه ما بيقدموا دعاوى افلاسيه؟ عن جد ليه ما بيقدموا دعاوى افلاسيه؟ لانه اكثر شيء بتاذي المصرف هي دعوه الافلاس، لانه بدها تشهر افلاسه وبدها تعلن توقفه عن الدفع وبدها تصدر له ممتلكاته. طيب لما قامت النقابه المحامين على ايام النقيب السابق نادر كاسبار قامت بدعوى افلاسيه مهمه كثير، وفجاه انطفت هيدا الموضوع وبطل ولا جهه تقدم دعاوى افلاسيه. انتم كجمعيه اموال ولنا شو عم بتحسوا؟ ليه ما عم بتقدم دعاوى افلاسيه؟ بجمعيه اموال ولنا 7 دعاوى افلاس. طيب شو صار فيهم؟ معلش القاضي، هيدا انا فيني احكيها، المحاميات ما فيهم يحكوا. القاضي القاضي بمحكمة الإفلاس القانون عنده وجهة نظر. القاضي بمحكمة الإفلاس يعني بيعمل جريسبرودنس على المادة. الحديث رح كمل الحديث. القاضي بمحكمة الإفلاس القانون عنده وجهة نظر. تعرف شو جوابه؟ عم براجعوا الأساتذة كانوا بهو الدعاية. وبتعرف شو الجواب؟ تعرف شو الجواب؟ شو؟ هيدا بضر بالاقتصاد اللبناني اذا بنفلس المصارف. كيف بدنا نفلس المصارف؟ يعني عم يعمل سلطة تقدير خارج القانون لحاله. هو وجهة نظر وصار بالقانون، مش عم بطبق القانون. هيدي وجهة نظر المصارف. مع العلم مع العلم في راس مين قاضي مكتب الافلاس تبع بيروت؟ تبع بيروت؟ اعطيتك لب الموضوع، شو بدك وين وكيف وليش؟ ما انت ما عليك مسؤوليه بهذا الموضوع تجاه العالم، تجاه مصداقيتي، وتجاه المعلومات اللي بيعطوني اياها. استاذ فادي طيب ضوع بنضوع عليه لحتى بركي بيرجع بغير وجهه نظره. هي كلها محكمه الافلاس كلها، ما في حدا، ما في يعني هو ما في انت ليك تحت الهواء. اعطيني اسمه وين اي محكمه وانا بكفي بالليل. العلم انه نائبه المحامين قدمت دعوه وحده افلاس، نحن مقدمين 7. نحن مقدمين 7. ما هذا هو اللي عم بسال عنه. وراح اخبر هذا الموضوع كله، انه كل ما يشوفني محامي الخصم بيقول لي ما انتم مقدمين دعاوى افلاس، اكثر شيء مواجهتهم هي دعوه الافلاس ومربطينا ومزبطينا. ما هي مربطينا هو اللي استنى مصرخ عليك كذا سنه مزبطينا. مهم ما تخافوا من هيدي الخطه، هيدي الخطه انعملت لترضينا، حطوا فيها بنود بتفرحنا وبتسلينا، بس ما مش رح يطبقوها لانه هن ما رح يحاسبوا حالهم وبيترقونا بالبنود المتعاقده معها. ما شوف بالاخر مشروع القانون استاذ فراس اخر شيء بيطلع بيرجع القرار لحكم المصرف المركزي. ما تقتلوا هم هيدا القانون، وهيدا القانون وفي بند استعاده الثقه كمان بالهيدا انا لان معلمهم هلا عم بنزل عم ببرق عليهم على السريع. استعادة الثقة. وبارح محامي جمعية المصارف هو بالنسبة له ربح الطعن بمجلس الشورى لإعادة الثقة. أي ثقة بدك تعيد؟ روح يعطيك العافية على الثقة. الله مع اللي أفقد الثقة. واليوم انتبه أستاذ فادي، اليوم المصارف لو منن عن جهيين ولو منن طمعين، أنا عم بقول لك كانوا عملوا نوعا ما طريقة بينهم وبين المودعين وحلحلوا أمور بعض وسيسروا أمور بعض. هيدا المريض وهيدا اللي بده يسافر وهيدا مضطر على مصاري وهيدا بده يدفع الأشراس، كانوا عملوا طريقة وسرت نيناتنا
عم نطالب مصرياتنا من الدولة اللبنانية، بس صاروا المصارف بده يغبوا المصاري، وبدهم يعملوا مصاري أكتر بهالأزمة، وبده يلعبوا صايرفة هن وموظفينهم وما يعطوا صايرفة، مثل فرنسا بانك كان يسكر صايرفة ما يعطي للجمهور صايرفة، يلعبوا هن وموظفينهم ليعوضوا خسارات البنك وغيره. فلو ما عملوا هيك هالبنوك ولو ما عم بيتصرفوا بعنجهية كانت اليوم الأمور أهين عليهم وعلينا، بس نحن إذا بتضل الأمور صعبة علينا يسوانا ما يسوى حدا، وبالرزق ولا بأصحابه. أنا بدي أشكرك يا أستاذ فراس، على أمل أنه هيدا المشروع القانون ما يمرق، وعلى أمل أنه تتغير هيدا المنظومة لحتى نقدر نصلح يلي خربته، ونقدر نطبق أقله الجزء الأول من التقرير التدقيق الجنائي تبع الفريز ومصاري. أنت سألتني الـ 300 دايركتر، الـ 300 مدير هاو تبع المصارف، بلشت بعض المصارف بنك بيروت جمعة الماضي فلل كم مدير كبير من عنده، لأنه ما تتخيل شو عاملين وشو شغلين، وفاتحين شرك وهمية وعاملين صيرفة ومضهرين مصاري وشو ما بدك. بلشت تبين الأمور، ونحن مثل ما بقولوا في أوادم كتير، بكل بنك في آدمي وفي عكروت، مش كل العالم عكريت ومش كل العالم أوادم. اتكلنا على هالأوادم بالبنوك يساعدونا لنساعد بعض ونساعد حالنا. هاو الجماعة يا ما في موظفين حميتوا هالبنوك وضحيتوا بشبابكم بهالبنوك وطلبتوا يحولوا لكم 10,000 دولار لبياتكم، وهو بيعرف عن مين عم بيحكي، لبياتكم ليتحكموا وما حولوا لكم، وبهلا عم بتشبقوا عروسكم وتقول لك شو لو عارفين لهون بدنا نوصل، ما كنا عملنا اكثر من هيك وكنا فضحنا اكثر من هيك. اللي قبلكم اكلوها، انتبهوا انتم جايكم الدور لتاكلوها يا موظفين، والا بدكم توقفوا وقفه حق مع العالم. وما فينا كمان الا بنوجه تحيه للرئيس غد عون، يلي صراحه مثل ما قلت خينا فراس انه هي الوحيده اللي عم تنفذ قانون رفع السريه المصرفيه، ولكن للاسف تعرف المنظومه كيف هي، ولكن بعده يعني عم بضل في امل انه يتنفذ بعض القوانين اللي عم بيستعملوها المصارف، جمعية المصارف والمصرف المركزي والمنظومة إن كانت سياسية ولا بعض المنظومة القضائية ضد المودعين وضد المواطنين اللبنانيين. نتأمل أنه كمان نعمل حلقة تانية إن الله راد قريبا يكون في شيء تنفذ على الأرض، ونتأمل كمان يا أستاذ فراس أنه المودعين اللي عددهم 1,400,000 مودع تقريبا بلبنان يتحرك منهم 50,000 بس كل يوم يضلوا على الطرقات هيك خسرانين مصرياتهم، او هيك مخفيين مصرياتهم لحتى يحركوا هيدي العجل، لحتى يعملوا الضغط المطلوب على هيدي المنظومه. اللي ما انتبه المودع فيه يتحرك بكذا شغله، في يقدم يتشكى لهيئه العليا بمصرف لبنان على الارتكابات اللي عملها المصرف معه، اذا ما عم بيعطيه تعميم 158 او 151 او 166 رح اقول لك شو فيه يعمل. في يروح عند النايب تبعه ويشوف كيف بده يلاقي له حل، ويجبره للنايب يقدم مشروع قانون معين للمودعين. في يتظاهر، في ينزل يطلع صوته بالبنك وبيعملوا له مثل ما بده. انا عم بقول لكم ومسؤول عن حكي، كل انسان بيطلع صوته بالبنك وعم بتيس عم بياخذ مثل ما بده ضمن المنطقه. وفي يطلع بسيارته هو وعشرة من اصحابه ويسكر الطريق، وفي كتير يعمل قصص، بس المشكلة كلهم قاعدين على الصوفة، يلا شو عملت يا فراس، ويلا شو عملت يا فلان، ويلا شو عملت يا علتين، وليك انا بنظري ليه ما بتعمل هيك وعمل هيك. يا خي انا مثلي مثلكم، انا خيكم صغير، انا مش اكتر من انه قررت اخد مبادرة عاتقة واشتغل. عنا صحيح انه اسسنا جمعية وجمعيتين، الله يكسر لي ايدي على الجمعية التانية، صحيح انه الجمعية الاولى اللي اسستها، ف صحيح انه اسسنا جمعية، بس مثل ما مثل كل العالم كلنا عم نتساعد. ماني انسان خارق، انا بحمل مسؤولية تصرفاتي
وعالم بتعطيني ثقة الحمد لله، بتعطيني معلومات معينة لنستعملها بالقضاء ونستعملها هون ونستعملها بالقضاء الأجنبي. وبوقتكم من هلا لجمعتين في هزة، هزة رح تكون معينة لكل متعجرف ومتغطرس بالقطاع المصرفي، وهذا الشيء عم بياخد. فيك لا لا شوية ما في، سرد معلومة لازم. عم ماشي لا لا لا، تحت تحت برات الهواء. لإلي لإلي. انت بتمون، انت شو ليه عم بتمون، تضحك؟ ما بتحب السربريزات، ما بتحب على راسي. السربريزات، هلا بس هلا بس سربريز نخلص. وقعتها احلى، ايه هلا بس سربريز نخلص وقعتها تعطيني. احلى. لا لا دقيقة كتير، دقيقة دقيقة على كتير، راسي ميرسي كثير. دقيقة كتير. ما الله راد. لا بس خبرني اياها تحت الهواء لحتى خبرية نكون احنا هزة، يعني خبرتك بنحضر لها، اياها على الهواء. بنحضر لها حتى كبيرة يشربوها كبيرة، انت ما بقى ان ما شاء الله. بتعرف، ما في شيء على بقى اسمه امل انه دقيق نبلش كبيرة، بس الموضوع كتير دقيق. حبيب. وانا معروف، انا معروف انه على ما بكون راسي. بخطفي، ما عم بطلع على الاعلام، بكون عم ينطبخ شيء. ايه ان شاء الله هالطبخه طبخاتي توجع طيبة بتكون هالمره، عادة، يعني تنزل مثل السم طبخاتي على طيبة بتكون معدتهم. عادة. كلك ذوق حبيبي استاذ فادي، القلب. ومتوخزونا بدي تاخرنا، اتشكرك استاذ طولنا فراس. عليكم. ولا يهمك ولا يهمك حبيب القلب. يعطيك الف عافيه على كل اللي عم تقوم فيه، وعلى امل انه هيدي الهزه تعمل الهزه المطلوبه كمان ان شاء ضمن الله يا هذه رب، المنظومه. ان شاء الله يا رب. تصبح ميرسي على خير كثير، استاذ تصبح على فادي، الف خير استاذ فراس. ميرسي. على امل مثل ما يعني بدي اتشكر الاستاذه ارلات بجاني والاستاذه مايا جعاره والاستاذ فراس طنوس على كل المجهود اللي عم بيعملوه. صحيح يعني هن ما بيبين شغلهم الا بالخاص. ليه؟ لانه هالملفات اللي عم تنعمل خاصه فيما يتعلق بالاستاذه ارلات والاستاذه مايا جعاره على الدعاوي اللي عم تتقدم هون، بدي ارجع ضيف وكرر: دعاوي الافلاس. دعاوي الافلاس من اهم الدعاوي اللي ممكن تاذوا فيها البنوك. كل هيدي الخزعبلات اللي عم بيعملوها هن كرمالي بعدوا هذا الكأس عنهم، ولكن دعاوي الافلاس هي اهم شيء تتقدم عليهم، على امل كمان مش بس المقتدرين برا بالاغتراب، المتنفذين واللي قادرين يشكلوا لابي كبير معنا يتواصلوا معنا لحتى نرفع الدعاوي على المسؤولين تبعا لتصنيف الامم المتحده بحزيران سنة 2022 أن جرائم سرقة أموال المدعين ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، لأنه الصفة والمصلحة والصلاحية موجودين والضرر موجود. على أمل أنه يصير في لابي مثل ما كنا عم نحكي، صار في شوية حركة بهاليومين كرمال هذا الموضوع بالتخصيص، على أمل أنه يكبر وتصير مثل كرة الثلج لحتى نضغط عليهم بالخارج. كمان اليوم هيك قبل ما سكر كان ذكرى عيد العشاء او ذكرى عيد الحب، وشفنا الناس نزلت على جمهورية الضريح، وهون مش شماتة ابدا، بس بدي اقول للناس لما نحن بنقول الله يرحمه للرئيس رفيق الحريري، نحن على صعيد المواطنين يعني، ولكن هل ننسى ما قام به اعتبارا من سنة 92، مع انه هو دوره سابق؟ واذا بتتذكروا عملوا شوية ريشيرش على جوجل بتعرفوا، بترجعوا على جريدة لو فيجارو بعدد حزيران سنة 1978 تقرير للمخابرات الفرنسية بيقول إن رجل الأعمال المتمول السعودي اللبناني رفيق الحريري كان مكلفا من قبل أحد جهاز أجهزة المخابرات الخليجية بدفع الأموال لحزب الكتائب اللبنانية ولمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل تسعير الحرب بهيدي المنطقة لحتى يستولي على وسط بيروت، مثل ما صار استولى عليه رجع من بعد التسعين، ما عجز عن تنفيذه سنة 1983، رجع استولى عليه بمرسوم السوليدير السيء الذكر. وبالنتيجة موته ما رح يخفي ما قام به، موته ما رح يخفي ما قام به. الميت الله يرحمه الرحمة على الطيبين على الميتين، ولكن هذا الموضوع لن ينسينا أن رفيق الحريري ومنظومة الترويكا معه ونبيه بري ووليد جملاط هي التي أدت إلى الكوارث يلي عم نعيشها هلأ، ويلي عم بزقفوا له لسعد. سعد مش قاريكم، وسعد فالل بعد كم يوم لأنه هالقد ما سمح له ليزور لبنان للأسف، هيدا الواقع تبعنا المخزي، ويلي عم بزقفوا له تحت
الله يرحمه رفيق الحريري، ولكن يلي خرب ما بيعمر، ويلي من قال عليه انه عمر وعلم، اول شيء علم من كيس اللبنانيه وعمر من كيس اللبنانيه، لانه هيدا العمار اعاده الاعمار بعد الحرب هو واجب على الدوله اللبنانيه، ولكن شفتوا قديش عملوا ثروات من خلال هيدا الاعمار الوهمي يلي عملوه بوسط بيروت، ويلي انعمل على حساب ارواح ودماء وتعب اصحاب الحقوق. مثل ما قلت قبل ان رفيق الحريري ليس شهيد لبنان، ولكن لبنان هو شهيد رفيق الحريري، وشهيد نبيه بري، وشهيد نجيب مئاتي، وشهيد فؤاد السنيورة، وشهيد وليد جنبلاط، وشهيد سمير جعجع، وشهيد سليمان فرنجية، وشهيد أمين جميل وسامي جميل، وشهيد كل هذه المنظومة التي عاثت فسادا وخرابا بهيدا الوطن الحلو يلي اسمه لبنان. هابي فالنتاينز داي لكل اليوم يلي فرصوا بهيدا العيد، وبتمنى ان نكون مرقت على خير هالليله، وبنشوفكم بكره الساعه 9:30 بتوقيت الجبل. تصبحوا على الف خير.